طيب اتفقنا انه المطلوب class person. نفكر في خصائص هيك بسيطة، بدناش نكتر كتير بس عشان انه احنا نتعود. حكينا انه عندي النيم والايج والجندر، يفترض اعملهم initialization بالconstructor، وفي عندي الميثودز الwalk والeat. فهذا الكلام بدنا نعمله هنا في class person. طبعا كيف بعرف كلاس؟ كلاس بيرسون، عندي النيم initially empty string، تمام؟ ممكن اعمله نان زي هيك. في عندي الايج تساوي 0، وفي عندي الجندر تساوي نان. بعرف الكونستراكتور ايش بده ياخذ، بدكم تتعودوا على الشغله هاي، تمام؟ ممكن اعمل نيم ساوي نان، لا عاجيت هحكي لكم كيف. يعني فاكرة لما استدعينا دالة السورتد أو دالة الريفيرس وحكينا إنه الريفيرس بتساوي ترو، بالإضافة ل الفايل لما عملنا أوبن للفايل وحكينا إنه المود بتساوي ار، تمام؟ فبالتالي هنا بحط قيمة ابتدائية لاستدعاء هاي الدالة، فبالتالي المستخدم لو مررها بيمشي الحال، ما مررهاش خلص بيعتبرها انه هي نان، تمام؟ شو كمان نسوي؟ الايج بتساوي 0 والجندر بتساوي نان. وهنا بدي اياكم تتعودوا على الشغله هذه، انه الاسماء هذه ممكن تكون نفس الاسماء هذه، ممكن تكون قيم مختلفه، يعني انه اسماء مختلفه، لكن هنا كيف احنا بدنا نميز بيناتها؟ بنميز بيناتها انه تعمل سيلف دوت نيم تساوي نيم. هاي النيم، اي نيم مقصود فيها؟ هاي اللي فوق، وهذه النيم اللي تم تمريرها في الداله، كل واحدة مختلفة عن الثانية حتى لو نفس الاسم. وايش كمان بدنا نسوي؟ سيلف دوت ايج بتساوي الايج، صحيح، اللي هو البيانات التابعة للكلاس. وهنا سيلف دوت جندر بتساوي، خلصنا كونستراكتور. نستدعي أو بنعرف دالة الwalk، طبعا بتاخد self، وهنا بس مجرد إن أنا بطبع I am walking، كذلك الحال بدالة الايد، بس مجرد انه انا بطبع I am eating. ممكن هذا اخده انجلو هنا على هنا، خلينا اضيف خلية
class person. نعرف person ب1 تساوي person، وهنا هذا person فاضي، لا إله اسم ولا gender ولا ايش، تمام. وممكن نعرف person تاني وهنا نحدد انه name بتساوي احمد، وباقي القيم ايش اخذت؟ ايش زيرو والجندر نان. وممكن اعرف بيرسون ثالث واعطي له القيم الثلاث، احكي له هنا نيم ساوي احمد. هذه واضحه بالنسبه لكم صارت صح؟ زي ما في الاوبن دالة الاوبن في الفايل نحكي المود بتساوي ار او دبليو رايت، او في دالة برضه في الاوبن الانكودنج بتساوي يو تي اف، فبالتالي بنحدد انه الباراميتر هاي الفاليو تبعته، بكون عارفهم بحدد انه هذه خلص للنيم. وهنا نحكي له انه ايج بتساوي 20 والجندر بتساوي اف لا ام، تمام. هي عرفنا ثلاثة بيرسونز. حاجات لو طلبت انه اطبع بي واحد شو هذا؟ طبع لي اسم الكلاس وانه هو عبارة عن object at. اول ما تشوفي عندك في كمبيوتر حاجة بتبدأ ب 0x، معنى ذلك انه هذا عبارة عن عنوان في الذاكرة، فجاب لي انه هذا عبارة عن object وهي عنوانه في الذاكرة. انت بتقول لي اطبع لي person، انا مش عارف كيف البيرسون بينطبع، فايش راح اعمل؟ راح مجرد انه طبع اسم الكلاس وانه هو عباره عن اوبجكت وطبع الادرس تبعه في الذاكره. طب يمكن عشان بيرسون واحد هو اصلا فاضي ملوش قيم، نجرب بي 2. هاي بي 2 وهي بي 3 بالمره. كلهم عبارة عن objects وكل واحد فيه له address مختلف في الذاكرة. ليش؟ لأنه هذا عبارة عن type جديد. إحنا لما نطلب منه يطبع الليست بيطبع لي العناصر تبعتها، يطبع الدكشنري بيطبع لي إياها، يطبع التابل بيطبع لي إياها، يطبع السترينج بيطبع لي إياها. لكن هذا person عبارة عن type جديد، class جديد، هو مش عارف كيف بده يطبعه. فكيف بعرف هاي الشغلة؟ بروح هنا بعرف دالة اسمها underscore، اي حاجة بتكون underscore بتكون هي اصلا تابعة للكلاس اسمها str، وبتاخد self. ايش دالة ال str؟ هذه عبارة عن بتعرف لي string representation of the object، بتجيب لي كيف بيتم تمثيل الاوبجكت هذا as a string، فبالتالي اذا عرفتها بنفع اني اطبعه ساعتها. ايش بعمل؟ return لسترينج. فبالتالي ممكن احكي هنا استخدم دالة الفورمات واقول انه name/t age/t وجندر تمام، وهنا دوت فورمات
وبنحكي له هنا self dot name self. فاكرين دالة الفورمات؟ اه بعيد وضع القيم هاي في الأطلس. نعم لا ايش بعدين self dot gender. فبالتالي باخذ النيم بحطها هنا في القوس الاول والايج في القوس الثاني والجندر في القوس الثالث. تمام؟ هاي رجعت شغلتها ثاني عرفت. وهنا بنرجع بنعرف البيرسونز. وهنا في البرنت شوفي كيف راح يختلف الوضع. فبالتالي الأول name none age zero gender zero. الثاني أحمد بس أعطينا initial value لأحمد للname بس. تمام؟ فبالتالي ال age zero والgender none. البيرسون الثالث إيش كان؟ أعطينا initial value لكل بيان عندي في الكلاس. تمام؟ هو الأحمد name والبيرسون 20 والايج 20 والجندر ميل. تمام؟ هنا ممكن نعطي اسم مختلف للبيرسون الثالث اسمه حسن. هل بالضرورة لما أطبع اسم الشخص لما أطبع البيرسون إنه تطبع لي كل المعلومات؟ لا بس الإشي اللي أنا دخلته. إيش يعني الإشي اللي أنا دخلته؟ يعني أنا دخلت رقم إنه يطبع لي اسمين مش يطلع لي الإيش 0 والجندر 1. ساعتها بدي أعمل إف إذا كانت إنه القيمة هذه موجودة إنه يطبعها ومش موجودة ما يرجع لي شيء إياها إنه يعملها كونكاتونيشن. بس مش هيك سؤالي. سؤالي انه في السترينج ريبريزنتيشن الاوبجكت بيرسون هل في داعي لما اقول اطبع لي بيرسون انت تروح تقول لي انه هذا احمد وهو ميل وعمره 18؟ ممكن احكي بقول لي بس بكفي الاسم. تمام بس بكفي الاسم. فبالتالي السترينج ريبريزنت لما اطبع برنت بي 1 بيطبع لي احمد، برنت بي 2 بيطبع لي حسن. بس بديش باقي البيانات، مش بالضروره انه انا استخدم كل البيانات. فبالتالي هاي بدي اعملها كومنت زي هيك. وايش اعمل؟ return last self dot name. هنا نرجع نعرف تاني. وهنا شوفي في الطباعة ايش راح يصير. اقول له print b1 none مجهول، b2 اوكي هذا عشان النيم انه برضاش انه هو يعمله في الطباعة. فببساطة خلي هاي empty string زي هيك، وهذه انه هنا empty string. الجندر مش مشكلة او لا خليها زي ما كانت، ونستخدم دالة الفورمات هي اللي بتريح. نعم هنا بحكي انه دوت فورمات سيلف دوت نيم بتضلها نان عادي، وساعتها بتطبع لي في ايش؟ تمام هنا نرجع بنعرف تاني هيك. وهنا بنشوف. تمام نعم طبعا اياها نان باستخدام دالة الفورمات. احسن ما ارجع ريتيرن للنيم نفسه. هنا خلص عمل لي اياها فورمات از سترينج، هيك بتريح افضل. تمام فبالتالي ممكن في الامتحان اجي احكي لك بدي تعملي لي كلاس للستودنت
تمام؟ لما اعمل برنت للستودنت بس تطبعي لي رقمه الجامعي. فيش داعي تطبعي لي رقمه الجامعي وتخصصه ومعدله وكل المعلومات تبعته. يمكن في 10 معلومات او 10 بيانات مرتبطه بالستودنت، بس اطبعي لي رقمه الجامعي او رقمه واسمه مثلا. تمام؟ فبالتالي في السترينج ريبريزنتيشن انت بتحددي شو الريبريزنتيشن المناسب، هذا التايب انت اللي عرفتيه، وانت حره في تحديد كيف شكل السترينج ريبريزنتيشن. تمام؟ واضح؟ في اي سؤال؟